السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. معكم ليلى. ان شاء الله اليوم نحضروا بعض الاشكال دو زيتاي في اسرع وقت وباقل تكلفة. بسم الله، نبداو على بركة الله في تحضير الحليوة ديالنا. نبداو بالحليوة الاولى اللي نحتاجو فيها واحد كاس سنيدة، نص كاس زيت، جوج معالق كبار ديال الزبيب لقطعتو صغير، جوج معالق كبار حبيبات الشوكولا، وغادي نحتاج 125 غرام ديال الزبدة اي نوع بغيتو، واحد الفاني، وقبيصه ديال الملح اللي وضعته في واحد الاناء اللي غنخدم فيه. غادي ندير 125 غرام ديال الزبده وتكون بحراره المطبخ. هذه فيها 250 غرام، غادي نقسمها على جوج وغادي نقطع قطع صغيره باش تساعدني انني نخدم بها. هاد الحليوه كتجي غزاله ان شاء الله، تبعوني من الاول حتى الاخير وتعرفوني علاش كنهضر. كتجي زوينه هشيشه وبنينه واقتصاديه. نضيفو ساشي فاني ونص كاس ديال زيت نباتية، كاس ديال سنيدة، ونخلطو هاد العناصر الزبدة والزيت وسنيدة والفاني، نخلطو مزيان حتى يولينا بومات. ثم نضيفو الزبيب اللي قطعناه صغير وحبيبات الشوكولا تقريبا جوج معالق كبار من كل حاجة. عاد باش نضيفو الدقيق شويه بشويه، نضيف الكاس الاول نفس الكاس اللي عبرنا به السنيده والزيت، وما ننساش واحد الخماره حمراء، نسيت ما اعتذر، نسيت ما نذكرها في المقادير في الاول، خماره حمراء من فئه 8 غرام. ونضيف الكاس الثاني ديال الدقيق. وغادي نجمع هادشي مزيان. الدقيق كنضيفو تدريجيا، ما نضيفوش كله في الاول، كنضيفو تدريجيا وانا كنجمع بالاصابع فقط بلا ما ندلكو. ونضيفو الكاس الثالث. صافي، ها ثلاثه د الكيسان اللي غادي نحتاج في هاد الحليوه. غادي نعبر لكم ان شاء الله هاد الكاس شحال كيوزن من غرام، وبالنسبه للسوائل حتى هي، وغادي نوضعو لكم في صندوق الوصف اللي مهتم بالغرام. مهم صافي، كنجمعو فقط بالاطراف د الاصابع. العجينه هكا خصها تكون، ونديروها في واحد البلاستيك عاد باش نخدمو بها. قسمت العجينه على جوج، وضعت النصف الاول بين بلاستيكتين او ورق المطبخ. غادي نطلقو بالدلاك بالمدلك، يعني السمك اللي بغيتو راه ما كيديفورماش. انا غادي نوضع واحد السمك رقيق شويه. هاد الحليوه كتجي بنينه بزاف، الميلونج ما بين الزبيب والشوكولا والكاوكاو اللي غادي نحمره واحد شويه ونهرمشوه هو باش غادي نزينو، كيجي رائعه. البنه ديالها المذاق الا جربتوها غادي تعرفوني علاش كنهضر. بعد ما طلقت العجين كما كتشوفوا بهاد السمك اللي رقيق شويه، الا بغيتو تقطعوه شويه غليظ قطعوه، يعني العجين ما كيديفورماش فاش كيطيب. كنقطعوه بهاد المرشم اللي معروف عند الجميع، اللي ما عندكمش كتقطعوه فقط بالكاس او بشي شيء دائري بهذا الشكل ديال الهلال، يكون غليظ شويه حتى كنساليو العجين اللي عندنا كامل. ثم دابا غادي ندوزو للتزيين ديالو. قبل ما نطيبوه كندهنوه بابيض البيض، كندهنو الوجه ديال هاد الهلالات بأبيض البيض. اللي كيعطيه واحد اللمعة زوينة ودغي كيتحمر لنا الوجه. وغادي نزينو بكاوكاو اللي حمرتو شوية من فوق المقلاة فوق البوطة، وقشرناه وهرمشتو بهاد الشكل هذا. غادي نوضعو في الوجه بهاد الطريقة هادي، والنصف الاخر غادي نزينو باللوز، يعني نصف الحلوة زينت بالزنجلان والنصف الاخر باللوز. هذه هي الحليوة ديالنا بعد ما كنطيبوها على فرن درجة متوسطة، فرن غازي بطبيعة الحال، وإلا كان فرن كهربائي 180 درجة كالعادة. غادي نحل معكم واحد الحليوة كتجي مقرمشة
محمرة يعني لذيذة وزوينة، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا، راه كتجي زوينة بالصحة والراحة. بسم الله، نبداو في الحليوة الثانية ديالنا. حتى هي سهلة واقتصادية وكتوجد دغيا، ما كتاخش الوقت بزاف. غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبدة تكون رطبة، وقبيصة الملح، فاني، خمارة حمراء 8 غرام، بيضة متوسطة، كاس ديال زيت نباتية، وكاس ديال سنيدة. انا عبرت بهذا الكاس ديال الشاي اللي عبرت به كلشي المقادير كلها. وغادي نحتاج الدقيق، نقول لكم في الاخير شحال استعملت. في الاول غادي نقطع الزبده قطع صغيره، انا كانت عندي بارده، من الاحسن تبقاو تخرجوها من الثلاجه شويه باش كترطاب بحراره المطبخ وكتساعدنا اننا نخدمو بها. غادي نضيف الفاني، غنضيف الزيت، غنضيف سنيدة، ونخدمو هاد العناصر كلها مزيان حتى تولينا بوماد. عاد باش نضيفو البيضة ديالنا والنواشف. كنخدموا هاد العناصر ديالنا مزيان حتى يندمجوا لنا العناصر كلهم. ثم كنضيفوا الكاس الاول ديال الدقيق مع الخماره الحمراء. ضروري يا البنات كنأكد على هاد المساله تغربلوا النواشف ديالكم باش ما كيبقى لكمش الطحين مكور في العجينه في الحلوه. غادي نقول لكم المقدار ديال الدقيق اللي احتاجت لهاد الحليوه. غادي نضيف دابا الكاس الثاني، نفس الكاس اللي عبرنا به الزيت وسنيده. وغادي نضيف الكاس الثالث، غنضيف فقط النصف. على ما نخدموا هادشي عاد باش نضيفوا الكميه الاخرى ديال الدقيق. كنخدموا مزيان باطراف الاصابع فقط. الحلوه ديالنا كما كتعرفوا بان ما كتزدلكش، يعني كنجمعوها فقط بالاطراف ديال الاصابع. خاص هي الدقيق النواشف يندمجوا مع العناصر الاخرى. غادي نضيف هاد النصف. دابا ثلاثة الكيسان اللي وضعنا هاد الكاس، غادي نوزن لكم شحال كيوزن من غرام بالضبط، وغادي نكتب لكم في صندوق الوصف. هذا الكاس الرابع، وغادي نخدمو هادشي مزيان حتى تحدايا الكاس الخامس الا احتاجيت شي حاجه. وانتوما تبقاو تغربلو الدقيق وحطو حداكم، هكا غادي تسهلو العمليه عليكم. غادي نجمعو العجين باطراف الاصابع فقط حتى ما يبقى لناش الدقيق كيبان، هكا باش نوضعوها في بلاستيكه ونخدمو بها. انا هاد الحليوه غادي نقسمها على جوج حيت غادي نخرج جوج انواع، جوج اشكال مختلفه. صافي دابا كما كتشوفوا العجينه يعني راها كتصوب معايا مزيان. هي شويه رطبه، غادي نزيد لها واحد شويه ديال الدقيق، شويه تقريبا واحد ربع كاس ولا نص ربع الكاس، واحد شويه كما شفتوا. هكا باش انا الحليوه ديالي غادي نقسمها ان شاء الله على جوج. غادي ندير نصف بالكاكاو او فلو ديال الشوكولا اللي بغيتو، انا عندي الكاكاو. والنصف الاخر غادي نخليه بالنسمه ديال الفاني اللي درنا في الاول. الا بغيتو تضيفوا شي نسمه اخرى، مثلا نسمه ديال البرتقال او مهم اي نكهه بغيتو تضيفوها كتضيفوها. انا غادي نخليها النكهه ديالها عاديه ديال الفاني، والنكهه الاخرى واللون ديال الكاكاو.
دابا العجينه رطبه راه صالحه للاستعمال. غادي نقسمها على جوج كما قلت لكم ويكونوا قطع متساويه. انا دائما كنخدم عيني ميزاني وكتجيني الحمد لله الحاجه هي هذه. ساشي ديال الكاكاو واحد كافي كيعطيها اللون هو هذاك. الا بغيتو تضيفوا كما قلت لكم فلون ديال الشوكولا كتضيفوه او فلون ديال الكراميل او اي نكهه بغيتو. صافي العجينه ديالي دابا واجده غادي ندوزو للتطبيق. هاد الحلوه سهله ما كتاخذش حتى هي بزاف ديال الوقت بحالها بحال الحلوه الاولى. غادي ناخذ هاد المرشم هذا وانتم اي مرشم بغيتو تستعملوه كتستعملوه. انا عطيتكم فقط فكره. غادي ناخذ شويه ديال الدقيق غادي نبداو بهذا الشكل الابيض. دائما فاش ديروا هاد العجينه ديال الكحل ابيض بداو بالابيض هو الاول. غتقولوا لي علاش؟ باش المرشم ما يلصقش في هذيك العجينه السوداء وتخسر لكم هذوك الحبيبات الاولين ديال الابيض. المهم كما شفتوا كنديروا كرات بحال هكا بحال هكا مثلا غريبات صغيورين او كبار اللي بغيتوا. المهم نتوما غديرهم بهذا المقياس هذا اللي عطيتكم كيس ديال المشمش صغير بهذا الشكل هذا حتى نستفهم كاملين. عاد باش ندوز عليهم بهذاك المرشم اللي كنوضعو في الاول في الدقيق عاد باش كنرشم به الحليوه ديالي هكا باش ما كيلتصقش حيت راه فيه الزبده راه كيسيح. دابا هادشي اللي كتشوفوا راه غادي فاش نطيبوهم ان شاء الله مع الزبده وداك الشيء والحراره ديال الفرن راه غادي يسيحوا واحد شويه. الا بغيتوا تصغروا من هادشي اللي درت كتصغروا. انا كتعجبني الحلوه تكون كبيره كتكون باينه. مهم سي نورمال اننا فاش كنوضعوا المرشم ديالنا كيتشقنا من الجوانب. وغادي ناخذ هاد الاله العجيبه اللي عندي هادي اللي كنعطيو بها السير للاطفال الصغار. عندي بهذا الشكل هذا كنوضع ضروري انني تكون عندي هذيك الحفيره تما حيت فيها غادي نوضع الشوكولا ديالي الشوكولا او اي حاجه تزينوا بها. غادي ندوز العجين الثاني حتى هو بنفس الطريقه. دابا بعد ما طابوا الحليوات ديالي كما شفتوا على نار متوسطه كتحضروا معهم هاد الشكل هذا. راه ما كيبانش واش طايب ولا لا. انا دائما كنخلطوا مع دوك الحليوات البويض. الا طابوا لي وتحمروا هذوك البويض يعني هادو راهم طابوا. واخا كتكون عندي كميه كثيره كندير نص ابيض نص كحل فهاديك اللاطه في نفس اللاطه كندخلهم. الا بان ليا بان البيض راهم تحمروا من التحت ومن الفوق ايضا تهادو راهم نفس الشيء حيت ما كيبانوش.
مهم وضعت الشوكولا اللي ذوبتها في حمام مريم مع شويه ديال الزيت، سواء الشوكولا البيضاء او السوداء، وكان نوضعهم في الثقوب هادي، ولكم الاختيار شنو ما بغيتو باش تزينو، سواء هاد الشوكولا سواء كراميل او كونفيتور اللي عندكم. حليوه كتجي اقتصاديه وسهله وهشيشه كتذوب في الفم. بسم الله، نبداو في الحليوه الثالثه ديالنا. ان شاء الله هنحتاج 125 غرام ديال الزبده، غادي نحتاج بيضه خمارة 8 غرام، فاني، وكاس ديال الكوك اللي حمرته على نار مهيله وانا كنحمر ونحرك فيه حتى ولا لي في هذا اللون الذهبي، كاس ديال زيت نباتيه وكاس ديال سنيده والدقيق. غادي نقول لكم ان شاء الله المقياس اللي غادي نحتاج. في اناء وضعت قبيصه ديال الملح، غادي نوضع 125 غرام ديال الزبده، هاد البواطه كتوزن 250 غرام. هاد النوعيه ديال الزبده زوينه بزاف للحليوات، كيجيو بنانين بهاد النوعيه ديال لابريغي، ما كنديرش اشهار. مهم راه رطبه الزبده، يعني صالحه لنا للخدمه. كنحتاج فقط النصف اللي هو 125 غرام. الفاني يعني نفس الطريقه ديال الحليوات ديالنا، دائما فاش كنخدمهم بالزبده كنوضعوا الفاني والسكر والزبده، كنخدموا هاد العناصر مزيان حتى يوليو لنا بوماد، عاد باش كنضيفوا باقي المقادير. غادي نضيف كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، وحنا كنحركو باليدين ديالنا حتى كيندمجو لنا العناصر. نضيف البيضه، نضيف كاس ديال الكوك اللي قلت لكم، الكوك اللي حمرته من فوق واحد المقيله من فوق النار مهيله الى متوسطه، يعني ماشي مهيله بزاف، وانتم كتحركوا راه دغيا كيتحرق حتى كيولي في هذا اللون الذهبي. والكوك دائما كنصحكم البنات تشريو الكوك اللي ميدم ميدم، يعني هذاك هو الكوك اللي زوين اللي كتحكوه ما بين يديكم كيطلق الزيت، هذيك هي النوعيه الممتازه في الكوك. ما تشريوش هذاك الكوك الناشف، ما كيجيش زوين في الحلويات. وغادي نوضع الدقيق في الكاس الاول مع الخمارة الحمراء، ونغربلو النواشف ديالنا كما العادة. انا حبيت انني نجمع لكم هاد الحليوات الساهلين في هاد الفيديو، ساهلين واقتصاديين كيوجدوا في وقت وجيز، انا وجدتهم قل من ساعة دغيا وجدتهم، الفرن درتو يسخن وانا كنطيب وحدة مر وحدة، دغيا وجدتهم خلطت كلشي وقديتو. غادي نضيف الكاس الثاني، ودائما البنات انا كنأكد لكم عاوتاني تختاروا النوعيه الممتازه ديال الدقيق، هو كيلعب دور مهم في الحلويات والكيكات باش كيطلعوا لنا مزيانين. هذا كاس الثالث اللي وضعت، غادي نضيف الكاس الرابع، كما كتلاحظوا بان العجينه راه كتجمع ليا، هي رطبه مازال رطبه بزاف. غادي نضيف واحد شويه
دائما كنضيف واحد شويه. انا كنقول لكم دائما في هاد الحلوات كاملين اللي درت 4 الكيسان، يعني عمرهم مزيان، ما تحتاجوش انكم تضيفوا واحد شويه اللي كنضيف دابا. كما شفتوا ضفت واحد 4 كاس صغير، ربيع صغير ديال الكاس، وصافي هكا العجينه ديالنا كتكون واجده. دائما كنقول لكم ما تقصحوش الحلوه، ما تضيفوش، تبقاو تضيفوا الدقيق، تضيفوا 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 حتى كتقصحوها وكتجيكم الحلوه مدقصه. دائما خليو العجينه ديالكم خفيفه رطبه، هكا كتجي الحلوه هشيشه وزوينه. دابا غادي ندوزو نشكلو الحليوه ديالنا. غادي نحتاج سنيده وهاد المول العجيب اللي كيكون في هاد الاله اللي كنقطع بها البصله. انا كنقطع بها البصله ماشي ديال البطاطا، هادي ديال البصله، زولتها من هاديك. ودابا غادي نشكل بها الحلوه ديالي. من الاحسن تختاروا سنيده الغليظه، من الاحسن كتبان في الحلوه وكتجي زوينه. انا عندي هي سنيده رقيقه. دابا غادي ندوزو نوضعو بحال هكا كرات صغيرة، بهذا الشكل هذا او اصغر من هذا الحجم اللي وضحت ليكم، حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة عاد باش ندوز بالمرشم. دائما تبقاو ديروا هذه الطريقة دغيا تساليو الحلوة ديالكم. بعد ما ساليت غادي ندوز الوجه ديالها، غادي نمرر الوجه ديالها في السنيده هذه. صافي دابا غادي ندوزو بهاد، انا كتعجبني الصراحه هاد القطعه ديال البصله هذه، كتجيني زوينه، كتجيني عمليه، كتعطي هذوك المربعات الصغيورين. هذه ديال البصله وكاينه ديال البطاطا، هذا هو الشكل ديالهم. حاجه عاديه انها تشقق من الجناب، بمجرد اننا كنضغطوا عليها بديك القطعه كتولي كتشقق. دابا راني درتها في الفرن درجه متوسطه. بعد ما طابت الحليوه ديالنا خرجنا من الفران، كتاخذ هذا اللون الذهبي الجميل من تحت ومن الفوق، كتخرج كميه لا باس بها. غادي نخدموها في الطبيصل. كما لاحظتوا معايا حلوه سهله، ما فيهاش بزاف المقادير، زوينه لدوازاتاي. بحال هاد الحليوات ساهلين دغيا كيوجدوا، مزيان انهم يكون عندنا في الدار متواجدين. دوازاتاي للوليدات، وكتعطي واحد المذاق ديالها هائل الصراحه، الزوين بهذاك الكوك اللي محمر، على عكس اننا نضيفو الكوك عادي. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الحلوه. ندوزو دابا للحلوه الثانيه، نقدموها حتى هي في الطبيصلات. اللي كنا حضرنا وقسمنا العجين على جوج وخرجوا لنا هاد جوج شكيلات، والتزيين كيبقى على حسابكم نتوما. الا بغيتوا تزينوا بطريقه اخرى تزينوها، الا بغيتوا تستعملوا اي مرشم بغيتوا كتستعملوه. ما نقول لكمش حتى هذه المذاق ديالها غزال، رائع، هشيشه كتذوب في الفم وكتخرج كميه لا باس بها، وزوينين للوليدات كيعجبهم الشوكولات. يعني التزيين ديال الشوكولات كيجي زوين. وكنتمنى ايضا هاد الحليوه هي تعجبكم. وندوزو باش نشوفو الحليوه الثالثه. وهاد الحليوه الثالثه او الرابعه هي كتجي غزاله، المذاق ديالها يا سلام، بداك الميلونج ديال الزبيب كاوكاو الشوكولا وايضا اللوز، حيت النصف الاخر زينته باللوز. المذاق ديالها ما نقول لكمش غزال بزاف، وكتجي مقرمشه لانني رققتها.
غزالة بزاف، وأيضا هاد الحلوة هادي كدوب في الفم، هي زوينة وتزين، كيبقى على حسابكم نتوما بدعو كيما بغيتو. وأيضا الحلوة ديال الشهدة كتجي غزالة، وديك السنيدة اللي كنوضعو في الوجه كتعطيها واحد التحميرة زوينة. وأيضا المذاق ديال الكوك، يا سلام. دابا الفيديو وصل النهاية ديالو، كنتمنى البنات والدراري والرجال وكلشي اللي كيتفرج فيا ما تبخلوش عليا من اللايكات ديالكم، هكا كتشجعوني باللايكات والتعليقات ديالكم. لأول مرة يزور القناة اشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. اللي يعجبكم المحتوى أكيد، وشكرا لكم.